كلمني بقى عنها. اسمها ندى الرجحي من كل الرجحي اللي هو بتاع السعودية. عمرها 5 سنين. فرس عربي من برضه من خيل الشفق برضه. ومخطومة برضه فرس برضه واحدة ختم هيئة برضه. تمام. تمام. ده الختم بتاعها. دي الختم الهيئة اللي هي بتاخده من خيل الشفق. دخلت مسابقات؟ لا ده هي زي ما بنقول احنا كنا شايلين هي واختها. عندنا 18 شهر واخوها 3 سنين اسمه شامخ الرجحي وسلمى الرجحي وهي ندى الرجحي. تمام. والثلاثه من ام واحده عيال شهد البذور الثلاثه. تمام. اسمها ايه؟ دي اسمها فضه. تمام. فرس مولود عندي وهم قاعد عندي 11 سنه. دي من السلسال بقى اللي يعني بالنسبه لنا احنا من احسن سلسله بالنسبه لنا. بس زي ما بتقول هي والده بقى لها مش كملت لسه 10 ايام ولا 15 يوم. فدي اللي مخسسها ومبهدلها بس كده. تمام. الله من هنا لحضرتك عشان نصورها لك. دي اللي بنت ربها. تمام. ودي برضو دي كسبانه برضو. دي اول ما جيت من السعوديه علمتها وسبت لها في المدرسه. بعد ما يلعب لازم الواحد يطبطب عليه كده عشان يطمعه كده ويصرخ كده ويبقى هادي معاه بدل ما يبقى متعصب وكده وشادد نفسه لان الشغل ده كله شغل على الاعصاب. تمام. فلازم برضه يبقى الحصان متوتر برضه ولازم الواحد بعد ما يخلص يطبطب عليه يحسس عليه يحس الحصان يبلع ريقه يهدى يديه ياخد الامان كده يعني. تمام. عايز تركب؟ طب هو من مجرد اشاره منك بيرقص كده على طول مش لازم موسيقى او طبل زي ما بيرقص عليه. اصلا بتدرب كلها على حركات بالنسبه للموسيقى والقصه ديت ان هو الواحد بس ايه بيجمع الطبل مع رقص الخيل
وفي حصان بقى بنبسط بقى لما الحصان باخد من كتر بقى ممارسته مع الطبل وكده فبعرف نفسه من كتر